تونس قبل الثورة كانت خاضعة لمافيتين، هي قيادات التجمع وعلى رأسها القيادات إذن بن علي وعائلة إذن بن علي وقيادات الاتحاد العام التونسي للشغل، على رأسها طبعا معروفين القيادات اللي كانت متحالفة مع هذا النظام. لما قامت الثورة الشعب أرادها ثورة سلمية، لم يذهب إلى غايات الثورة عادة مباشرة بما يسمى بمنطق الثورة، ففضل منطق الدولة، منطق السلم، هذا يقتضي أن توجد عدالة انتقالية لاستبعاد المفسدين في الحياة السياسية وفي الحياة النقابية وفي جميع المؤسسات. هذا لزم الحق لم يحصل. الاستبعاد اللي تحكي عليه شنو حسب رايك؟ شكون يحكي على المشروع نتاع يعني الاستبعاد يقتضي منع هؤلاء من المشاركه الى ان يقع الحسم القانوني في حقهم في المشاركه. يعني هؤلاء الذين كان بيدهم مقاليد الحكم ومقاليد اكبر مؤسسه في البلد لم يحولوا دون ما حصل من استبداد وفساد، فكان الثورة من المفروض أن تبعدهم، لا أن تعاقبهم، أن تبعدهم عن ممارسة الحكم وعن ممارسة إدارة المؤسسات إلى أن تتثبت في شأنهم العدالة الانتقالية في دورهم في الفساد والاستبداد. بعد الانتخابات أخرجت الحكومة السبسي الثانية، وهي الحكومة التي قامت بالتغطيات بكذا، لا يعني ذلك أن الحكومة التي نجحت في الانتخابات بريئة، لأن لما نجحت في الانتخابات كان يمكن، وهذا رأيي وقد قلت ذلك وكذا، كان يمكن أن يستعجلوا الأمر وأن يعالجوا موضوع واحد هو الإعداد للانتخابات المقبلة. معناتها هي الأولوية بالنسبة لي أنا، أربعة أولويات. أولوية الأولى الدستور، أولوية ثانية قانون الانتخابات ومؤسسة هيئة الإشراف على الانتخابات، هذا القانون الأول، هذا كان يمكن أن يحل مشكلة الثقة بين المواطن وبين الذين نجحوا وبين النخبة السياسية والعالم الذي يمكن أن نساعد. ثم هناك أولويتين داخليتين غير سياسيتين وهي اجتماعية، هي علاج مشكلة البطالة وعلاج مشكلة عدم التوازن الجهوي، وهذا كان يقتضي من البداية تجميد الأجور ومنع أي إمكانية للزيادة في الأجور حتى تحل قضية البطالة وقضية الجهات المحرومة. المشكلة القضاء ما تصورش من الأولويات؟ لا لحظة، مشكلة القضاء يمكن أن يكون من الأولويات، ولكن لا يمكن لدولة أن تدخل في معركة مع القضاء إذا كان القضاء لا يقبل أن ينظف نفسه بنفسه، صعب جدا. فرحب المجلس التأسيسي بالجمعية، ولكن لما أتت المقام لم يستطع أن يرفض هذه النقابة، لأن هناك نوع من أغلبية كبرى معهم، وخاصة أنت تعلمين أن هناك قانون في الاقتصاد العملة الزائفة دائما تغلب العملة الحقيقية. لكن فما المجلس التأسيسي، المجلس التأسيسي هو عنده القرار، هو عنده الشرعية، هو عنده السيادة، ولذلك النقابة ومجلس ولذلك كانت المعركة الأساسية هي نوع من شيطنة المجلس التأسيسي، نوع من الحط من قيمة المجلس التأسيسي. المجلس التأسيسي رفض الاستقلالية نتاع الهيئة، معناتها كيفاش بتوقع شيطنته؟ لا لا، مجلس نواب يرفضون استقلالية القضاء، معناتها ما صارتش في عالم كامل، ما صارت في تونس. لا لا مش صحيح. قعد تأخيرا نتاعها ومؤخرا الحمد لله قبلوا الاستقلالية. لا لا، المجلس قبل الاستقلالية. في الآخر ما صارتش. لا لا، حتى من البداية، لكن من البداية كان حاضرة وكنت في الكوميسيون حاضرة. لا، يرفضوا عليه لأنهم خايفين منا. لا، خاطر فما طلع فيها. على كل حال أنا شخصيا ما كنتش بحضر بسرعة
كثير في المجلس لأنني كنت مسؤول في الحكومة، لكن لما كنت محضر دائما وابدا كنت أقول الجمعية مقدمة على النقابة باعتبار أن اللي فيها كانوا منظمين في عهد بن علي، في حين أن النقابة جمعت هذا وهذا والغالب عليه هو هذا مش هذا. لما تحدث على مشكلة سلفية ما يسمى بحركات الإسلام الجهادي ثالث الظاهرة ظاهرة عالمية، ما يسمى بالإرهاب ليست ظاهرة إسلامية وإنما هي تهمة أمريكية للمقاومة الإسلامية لاستعمار العالم الإسلامي. هناك استعمار واضح للعالم الإسلامي، قوة كل البلاد الإسلامية مستعمرة من قبل أمريكا وأوروبا. حسن، هناك مقاومة قد تكون سخيفة لأنها غير مبنية على استراتيجية فعالة ومؤثرة، ولكنها مقاومة شرعية لأنها تجري في الأرض المحتلة من العالم الإسلامي. إيش معناتها مستعمرة؟ كيفاش أمريكا وأوروبا مستعمرين؟ كل البلاد الإسلامية فيها قواعد أمريكية. كل البلاد الإسلامية فيها قواعد أمريكية. كل البلاد الإسلامية حكامها يستمدون شرعيتهم ليس من شعوبهم وإنما من رضا أمريكا عليهم. معناتها الحكام تقصد؟ معناتها الحكام تاعنا إحنا هم المسؤولين على خضوع بلادنا؟ مش هم المسؤولين، ما خلينا نقول قسمت بطريقة أن لا يمكن أن يستمد الحاكم شرعيته من شعبه إلا إذا حمل شعبه مسؤولية هذه الشرعية. سمحني احنا نركز على تونس. هي نخدم تونس توا. تونس احنا توا عنا حكومة شرعية. استنيني. ترويكا. لكن الحكومة هل ترويكا خاضعة لأمريكا؟ استنيني توا. هالحكومة اللي موجودة في تونس إذا أرادت أن لا تكون خاضعة لأمريكا فينبغي أن تقنع الشعب التونسي أنه عليه أن يعيش بإمكانياته ولا ينتظر مساعدة من الغرب. هل هناك حكومة تستطيع أن تخاطب الشعب بهذه اللغة؟ هذا جواب، يعني جواب لن تكون الحكومة مستمدة لشرعيتها من شعبها إذا لم يقبل شعبها أن يعيش بإمكانياته ولا يطلب من حكامه أن يعطوه إمكانيات مستمدة من مد اليد للغرب. شنو هي الشروط من دنيش؟ أما أنا حسب رأيي أي شعب يعيش بسلف إذليل. شنو المنفعة تاع الصندوق الدولي إنه ما عنده يضيق على الإسلاميين على السلفيين؟ لا، هل الصندوق الدولي مستقل عن الدول التي تموله؟ لا، مش صندوق الدولي أداة سياسية للدول التي بيدها السلطة في العالم، وهذه الأداة تعطي لمن يرضى عنهم سيده. تفهم؟ يعني لما أمريكا تضمن في إنسان، هل محبة فيه أم لأنه استجاب لشروطها؟ ما هي الشروط؟ أنا لا أدري، لكن أنا شخصياً أعتقد أنه لا يمكن لا لفرنسا ولا لأمريكا أن تسلف حد بدون مقابل. هناك مقابل. الشعب الذي يعيش بسلف ما عندوش كلام. يعني هل تصوري أن أوروبا اتحدت الآن أوروبا هكذا حبا في الاتحاد أم لأنها اكتشفت أنها بدون هذا الاتحاد ستصبح مستعمرة روسية وأمريكية؟ بعد الحرب العالمية الثانية القوة الإمبريالية الكبرى كانت فرنسا وإنجلترا قبل الحرب. في الحرب العالمية الثانية الاثنين رجعوا لحجمهم الطبيعي، فقدوا مستعمراتهم ولوا شبه فقراء. الغرب أوروبا الغربية استعمرت أمريكا، أوروبا الشرقية استعمرتها روسيا. صحيح ولا صحيح؟ زوز من قوات أوروبا الكبار العمال استعمار اقتصادي، نذكره اقتصادي وعسكري عسكري لأنه فكلهم مستعمراتهم. مستعمرات أوروبا
خذات من امريكا خذات من روس زوز قوات كبار جنرال دولور وادينور تلقى وتسائل شنو ما شروط عوده اوروبا للفاعليه التاريخيه استرداد دور اوروبا لا المانيا قادره ولا فرنسا قادره وحدها ولا انجلترا قادره وحدها ولا اسبانيا قادره وحدها فاتفقوا على ان يكونوا قطب عالمي له القدره على التحرر من الاستعمار الامريكي ومن الاستعمار الروسي اقتصاديا وثقافيا وعسكريا ولذلك اكتشفوا ان التنافس العلمي مع امريكا او مع روسيا لا تكفي فيه ثروه فرنسا وحدها ولا ثروه المانيا وحدها ولا ثروه اسبانيا وحدها فجمعوا ثرواتهم وصنعوا اول شيء في التنافس هو الطائره التي تنافس الطائرات الامريكيه وهي الطائره الاوروبيه الان يعني الان هناك طائرتان في العالم في الترانسبور انترناسيونال واحد اوروبي وثاني امريكي لكن اوروبا ما كانت لتستطيع ذلك ثم غدو الفضاء اوروبا ما كانت لتستطيع ذلك وهذا مش شرط في العسكري هذا شرط في البحث العلمي لانك لكي تستعمل مسرع ذري للقيام بالبحث العلمي ثروه فرنسا ما تكفيش ثروه المانيا ما تكفيش تجي انت دول تونس وتحب تكون مستقله مستقله بكيف اقتصاديا وثقافيا وفكريا وكذا وكذا يعني ميزانيه الجمهوريه التونسيه كل اقل من ميزانيه البحث العلمي في الطب في فرنسا مش في امريكا في فرنسا كيفيش تحب تكون دوله مستقله يا شعب هل انت قادر انك تقبل السلطه وتعيش بامكانياتك او تقبل باش تعمل الحلول اللي تخليك عندك امكانيات نتاع دوله امكانيات دوله لازم على الاقل المغرب العربي معها باش تكون عندنا امكانيات دوله عسكريه واقتصاديه وثقافيه وتربويه اما تونس ما عندهاش امكانيات دوله لكن المشكله ان نراه توا مع الحكام تاعنا قبل ما نحكيو على الموظف انه الوزير عنده تفكره انا كرهت ملكي خير كرهت انا طويل لا نحكي لك معناتها يا زين باش ناخذ بلاش ما نجمش تحكي حكومه تطلب معناتها بالمواطن التونسي انه يكبس السبته ما وجب الناس الكل تو المثل الاخر كيفاش تحبي تعملي مثلا انت تو يعيبوا على النائب في مجلس النواب ياخذ 2300 دينار الصحفيين قاعدين يعيبوا عليه ياخذوا قدو مرتي 2300 يعيبوا عليه انهم الزياده انه يحبوا الزياده طبيعي الزياده وفما المنح ثانية. مع العلم انه فما قاضي والمعلم اللي يستحقوا اكثر مش يستحقوا معناتها ما عندهمش شوف هذا كله سياسات غلط يعني انت عندك 80,000 معلم وعندك 200 نائب 80,000 معلم كنت تديهم 10 دينارات فقط كاين زدتي للنايب 20 مليار يعني من 80,000 في 10 دينارات في الشهر باش يطلعوا فهمتي هذا حاجه مهمه يضاف الى ذلك ان مشكله التعليم مغلوطه من البدايه انا كنت مسؤول عن القضيه هذه وعملت تصريح وقلت فيه الناس اللي يقولوا التعليم في تونس مجاني يكذبوا على الشعب التونسي في الحقيقه الشعب العائلات الكل قاعده تخلص دروس حره أكثر من لو كان التعليم موش مجاني صحيح ولا مش صحيح دروس حرة أكثر من لو كان التعليم موش مجاني يعني علاش ما نقولوش لرواحنا الحقيقة التعليم باش يترقى ما يلزموش يبقى مجاني ما يبقى مجاني كان للغير القادر والناس اللي كانوا يدفعوا في الدروس الحرة يدفعوهم للمدرسة خلي المدرسة تولي في مستوى رائع ما تتحب تولي التعليم يولي معاش مجاني الناس تنجم تخلص بالضبط بالضبط لأنه يعني لو كان هو تو موش مجاني حتى للعائلات المسكينة قاعدين يخلطوا بدروس حرة إذا نحن قاعدين نرشيو في المعلمين ونرشيو في الأساتذة ونفلدوا في النتائج يعني النتائج ما عادش مستوى التعليم ولا هو مستوى اللي يرضى عليه اللي يدرس يدفع في الدروس الحرة ولا ما يدفعش وهذا خطير على التعليم وعلى سمعة المعلم وعلى سمعة الأستاذ وعلى سمعة المؤسسة إيش رأيك في التعليم ده؟ التعليم؟ أنا وقت كنت أنا نقرأ وقت كنا نحن نقرأ أنتم مازلتوا صغار ما كنت أقرأ كان اللي يمشي يقرا في مدرسه حره هو اللي اضطر من المدرسه الدوليه اللي اضطر من المدرسه الدوليه لانه مستواه ضعيف يمشي يقرا في مدرسه حره تو العكس
فهو العكس يمشي يقرا في المدرسه الدوليه هو اللي ما يجيش يقرا في المدرسه الحره على مستوى التعليم ما حدفك على مستوى التعليم يعني ولا الانسان باش يكون ولده تكوين حقيقي يبقى في المدرسه الحره مش المدرسه الدوليه وهذا خطير على المدرسه الدوليه المفروض ان المدرسه الدوليه تبقى دائما وابدا هي ارقى في التكوين للشباب ذكور واناث وهذا لا يمكن ان يتحقق الا اذا كان جلسنا خمسه من الناس يجلس الاسر والمتعلم والمعلم ورجل الاعمال والدوله الاسره لانها تمول ورجل الاعمال لانه يمول والمعلم لانه يقرر والمتعلم لانه يقرا والدوله لانها تنسق بيناتهم هذا لازم يجتمعوا ونعم الذي تجيره تاع المدرسه كل الدكتاتوريات اللي وقعت عليها الثوره كانوا يتصوروا ان الامن يجي بالامن وان هيبه الدوله تجي بالقوه ما فهموش المشكله الدوله ما عندهاش هيبه عندها مهابه اما فرق بين الهيبه والمهابه داير بالتونسي يميزوا بالداف الفلاني هيب بالتونسي يميزوا بالداف فما المهابه ولهي المهابة هي نوع من تقدير من الشعب للمؤسسات والهيبة هي فرض بالقوة ابن خلدون في المقدمة يميز بين السيادة والرئاسة السيادة تجيب العنف والرئاسة تجيب القدر أنا أنتم قريتوا في الجامعة وتعرف فما أستاذ تحترموه لأنه عالم فما أستاذ تخافوا منه لأنه ربما يخلق مشجع ميزوا كذلك في الدولة الدولة إذا كان تفرض مهابة بسلوكها باحترامها للقوانين هي أول مش بالسيطرة فلا تحتاج إلا لتطبيق القانون بالقوة وليس لجعل الناس قاعدين بالقوة بس هو معناتها أنه قاعد تطبيق القانون بالقوة المرة اللي فاتت معناتها اللي صار أولاً اللي صار في الشعبي كونه صار دليل على أنه ما فيش علم بلقاء ديق يعني سمحني فما علم صار معناتها تحكي عليه في مارس 2012 فما برشا من الأشياء قالوا لكن الوزارة وقتها السيد علي العريف في بيلو ولكن توقع تكذيب أصلاً اللي تقال هذيك أنه فما تمركز نتاع جماعات لا ربما كان قبل لا ربما لا ربما هذه خطة هذه ربما خطة أمنية أن يحبوا إلى جمعهم في مكان معين للقضاء عليهم معناها لكنهم منتشرين معناتها السلاح استراتيجي أنا ما عنديش علم بالاستراتيجية الأمنية ما عنديش علم أما كونه يكون في باله أنه فما فوايي نتاع عنف وقاعد يستنى فيه حتى يتجمع بالشكل عليه هذا نجم يكون استراتيجيا ما ندريش ما عنديش علم لكن انا شخصيا نعتقد انه ما يسمى بالعنف الارهابي والايديولوجي لا يقضى عليه بالسلاح ولا يقضى عليه بالقوه وقت اللي قابلت سلفيين في جامع ابو بكر في حفوز معناتها تتراوح عمرهم بين 20-30 معناتها ماكس يشوفوا رواحهم كانوا هما لي جوستيسي اللي هما باش يرجعوا معناتها باش يعملوا الخلافه لانه السيستم كله ديفايون السيستم كله مهلوك خايب مشيت حكيت مع سي طيب طيب الغزي هو الامام تاع الجامع تاع عقبه المنافع الجامع الكبير هو اصلا ما حاولش يتحاور معاهم والاخرين رافضين لو فما لاحظت انه فما مشكله انه حتى التواصل ما صار جمله تواصل كيفاش المخبى انت كفكر كيفاش يكون دوركم انتوما باش تحكيو مع الشباب اللي لقى معناتها السيستم كله طايح كله ديفايون توا الحل نتاعو انه اقامه خلافه وبما امر الله ومعناتها وعندهم قراءتهم للدين وللقران والسنه اولا هذا التفكير لازم نسمعوه ونفهموا علاش يعني كنا نحكيو على التبعيه وكنا نحكيو ان كل الحكومات العربيه والاسلاميه السابقه تريد ان تجعل الدوله
ديكتاتورية مفروضة على الشعب، مش دولة شرعية مستمدة من الشعب. وفي الحقيقة تكرس التبعية. إذا هناك في المجتمعات العربية والإسلامية فكر ثاني يرى أن ممكن الخروج من هذه التبعية بإعادة تكوين قوة عربية إسلامية تتجاوز الحدود الحالية وتمكن من الصمود أمام الضغط الخارجي. هذه فكرة. هناك شباب يقول حتى نستقل من الاتحاد السوفيتي، بل وتكال الاتحاد السوفيتي احنا مضطرين مش عمل واحدة الأوروبية، هل اعتبروهم مجرمين؟ لما كان الشباب الأوروبي يدعو إلى تحقيق الاشتراكية بالقوة، ما يسمى بالروج وما يسمى بالكذا، هل اعتبروهم خارجين عن السنة أم عاملوهم بالقانون؟ خارجين عن القانون أم عاملوهم بالقانون؟ أنا في رأيي لازمنا نسمع الناس هذوما ونعاملوهم بالقانون، نعاملوهم بالقانون ونتحاور معاهم ونسمعوهم. إحنا مشكلتنا الآن أن هناك شرعيتين، هناك شرعية الواقع تاع الدويلات العربية المقدسة، كل دولة تقول لك أنا دولة وعندي قانون ونفرض القانون، لكن هناك شباب يعتقد أن هناك شرعية أثمى من هذه الشرعية القهرية هي شرعية الدولة الإسلامية الأمة. الآن هناك في أوروبا شباب يعتقد أن الشرعية هي الشرعية الأوروبية مش القانون الفرنسي. لكن الشباب هذا وصل معناتها حتى ولا في 14 سبتمبر، معناتها الذروة اللي صار 14 سبتمبر يقع هجوم على السفارة الأمريكية في تونس العاصمة وعلى المدرسة، يقع حرق، يقع نهب متفقين. هذا من احنا ما نبرروش، هذا يلزم نطبق عليه القانون. لكن الحكومة صراحة الحكومة بردت معناتها أنا وقت اللي تركت لا الحكومة عاجزة، هل كانت قادرة؟ أنا في رأيي عاجزة مش قادرة، مش معناها برروا، عاجزة عن منعه. هناك فرق. تتصور أنه وقع عاجز معناته؟ طبعا طبعا طبعا، لأنه الحكومة ما كانتش مسيطرة على أدوات فعل الحكم اللي هي الأمن، ما هيش مسيطرة عليه. أنا شخصيا نعتقد أنه إذا كان نصرة الشريعة تعني أنهم هم يصبحون الدولة فهذا جريمة. نصرة الشريعة هو أنهم يربون الشعوب على الاعتقاد في القيم الإسلامية العليا ولا يتحولون هم إلى حكام، ليس لهم الحق في أن يصبحوا هم حكام. إحنا تورينا حتى في المجلس التأسيسي أنت كتبت كتاب على حرية الضمير، إنه حتى حرية الضمير ترفضت معناتها. لا، حرية الضمير اللي ترفضت مش حرية الضمير، معناها هم شيخ وشوراها مش هي اللي ترفضت، لأنه شوراها حرية الضمير. شوف، حرية الضمير يعني حرية المعتقد أساسا، حرية التفكير وحرية التعبير، كل هذه القوانين الحقوق الإنسانية لا بد من احترامها ولا بد من وضعها في الدستور، ولكن لا يعني ذلك أننا لا نرى مجموعة من المعايير التي لا تحولها إلى ضدها. يعني عندي عندما تعتبرين أن حرية الضمير في تونس مثلا أنه نعمل كما فرنسا بعد اللي تقدمت مدة 500 سنة وأخيرا عملت قانون الزواج المثلي، نعتبر أن الزواج المثلي جزء من حرية الضمير، فأنت في الحقيقة تحاربين حرية الضمير، يعني تجعلين العدو الشعب معادي لها. إذن كيف نجد طريقة في أن نطبق حقوق الإنسان بطريقة يرضاها الشعب فلا يتحول إلى عدو لكل الحقوق الإنسان؟ يعني ضوابط قليلة. ما فهمتش علاش حرية الضمير زي ما تتربط بالحرية الإنسانية. لأن حرية الضمير مربوطة بما يسمى ما فهمتش علاش ديما حرية الضمير تتربط بالجنس. لا، مش بالجنس فقط، بالجنس، بحرية الردة، بحرية كذا، بحرية كذا. يعني بحرية أن الإنسان يخرج من الإسلام. الإنسان اللي يخرج من الإسلام ما هوش مضطر باش يعمل شو اسمه هو في التلفزة يمشي ويقول أنا راني خرجت من الإسلام، هو اللي يدعو لي لإخراج الناس من الإسلام. معليش مش حر؟ لا، هذا المفروض. أنت إذا تعمليه في بلد ما عاشش تجربة خمسة قرون اللي عاشتها وتعملها ديريكت هكاك تعملها ديريكت تولي ضد حرية الضمير. هذا المشكلة. معناتها فما
خلي الجيم الشعب. يعني انت في فرنسا الان مئات الالاف ظهروا ضد الزواج المثلي، رغم ما حصل في فرنسا مده طوى قرنين وزايد من الثوره الفرنسيه. احنا ثوره عندها ولا عامي ونحبوا نعملوا اللي عملته فرنسا بعد 200 سنين مش معقول. يعني هناك نوع من التسرع، الغايه منها في الحقيقه ليس تطبيق حريه الضمير وانما احراج الحكومه، لا لا اكثر ولا اقل. انا كتبت كتاب اسمه في العلاقه بين الابداع المطلق والاعجاز القراني في التقليد. انا بالنسبه لي انا المعركه ليست لا للشعب ولا في السلاح، المعركه في المدرسه، المعركه في الثقافه، الابداع، الثقافه الحقيقيه، مش الاخماس المثقفين اللي قاعدين يتعدوا في التلفزيون. لأنه نجم أنا أقول لك تبلك الشعر ثلاثة بيوت ثلاثة كلمات، كلمة منفوخ وكلمة ملوطة، قال شنو قال شعر؟ مش هيك الشعر، قال الشعر شكسبير شعر، متنبي شعر، مش الشعراء اللي تشوفي فيه الشعراء. أنا نستغرب وإذا بي هذا نقوله للصحافيين بتاعنا، أنه برشا صحافيين في تونس لو كانوا يحبوا النجم يكونوا فعلا رواد في الإبداع الإعلامي، يتحول إلى تجار تاع كذب، يعني قادرين باش يكونوا خير من حسن الهيد. خير أنا في تونس ناس باش يكونوا خير من حسن الهيد، لكن لازم لهم مدينة نجوم في التنفسة يكونوا في كلام تاع كذب عين عين ما يليتش. شنو هي العلاقة بال عنده علاقة بالإبداع؟ يعني أنت صحافي تكون مبدع، الخبر هو وسيله من وسائل الترشيد والرشد. اذا نحبوا احنا جماعه لا تلجأ الى العنف، ما فماش اعرف بالكذب في الاعلام. الكذب في الاعلام اكثر عنف من الارهاب، بل هو الارهاب عنه. هو الارهاب الحقيقي اليوم في العالم الاسلامي هو الاعلام الكاذب، هو الارهاب. يعني انت نجم نقول اذا تعمل اعلام صادق يوصف الواقع كما هو ولا ينفي ما فيه من اشكالات، لا ينفي، موجود يشبه، موجود عندنا سلفين جاد يشبه عندنا، لكن يلزمنا نسمعوه ونتحاور معاه، واذا يتجاوزوا القانون تبقى عليهم القانون تفقيه عندنا. هذا اذا عملتوا هذا تسماه بحق قاعدين تبنيه في تونس الديمقراطيه. اما اذا تحول الاعلام مجرد وسيله من وسائل تزييف الحقائق لفرض عوده النظام القديم، يعني الاستبداد والفساد، فهذا خطير وخطير جدا. هذاك علاش كنت نحكي لك على القضاء، قلت لي نحكيوا على الاعلام بعد 50 سنه، اعلام تعب على الاخر. معناتها فجاه نحبوه يولي نظيف ما غير قضاء ما غير عداله انتقاليه ما غير حتى شيء. لا 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 شوف، معناتها ما تنجمش تتهم وتقول له انت راك مريض انت فاسد كذا، ما صارش. شو شو انا قلت وعطلت خلاف الاسلام جسم كمان، وعطلت الماكينه نتاع العداله الانتقاليه. شكون المجلس التاسيسي؟ شكون المجلس التاسيسي؟ هو بركه انا كنت في المجلس، انا كنت في المجلس. شوف المجلس التاسيسي فيه احزاب، والاحزاب عندها استراتيجيات انتخابيه. انا اكيد لك اللي مش العلاج القضايا التونسية هو اللي ينمو، هو استراتيجيتهم الانتخابية، وهذا خلاف الأساسي مع كثير من الناس. أنا شخصيا نعتقد أن الإعلام يصلح روحه والقضايا يصلح روحه وال يعني والطب في تونس يصلح روحه. تعرف الطب في تونس الآن، الصحة في تونس في خطر، في خطر كبير، لأنه ولا تجارة، ما عادش طب ولا تجارة، والتعليم ولا تجارة، والإعلام ولا تجارة،